هدوم هنا محمد، محمد هدوم هنا. ماشي. انزل انزل يا اسطى. عناي 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 بعمر 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 واحد في ماشي. موتوني موتوني موتوني. انا عايز اطلع بس الحيطه خبط لها هنا في حتت هننط عليها. انا مين اللي شغال على التلفزيون ده يا عم؟ مش عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ومرحبا بكم في قناة ميدوكا. Look at the top of his head. هو شعره بالشكل ده عشان انا لسه مستحمي، لان ما حلقتش يعني. النهارده هتشوفوا فيديو، يعني كان فيديو اتصور بدون تخطيط مسبق، يعني بالصدفة كده. بلعب مع واحد صاحبي، يعني بريح في يومي. بلعب مع واحد صاحبي لعبة زومبي رعب، عملت لها فيديو قبل كده زمان في القناة. اللي هي اللعبة دي اللي اسمها لا مزيد من الغرف في الجحيم. No more room in hell. يعني دي لعبة زومبي رعب، وهو المفروض تكون رعب، بس الفيديو ده يعني المهم الفيديو ده كوميدي وبيضحك جدا، ما ينفعش يفوتكوا، هتضحكوا قوي. للاسف مش هيبقى فيه فيس كام، ولكن صوتي متسجل وصوت صاحبي متسجل، يعني ده موجود. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اتمنى الفيديو يعجبكم، وابدا العار. دي هتعملها على القناه تبقى فجره، وسيب هو بيلف لوحده في دايره. ها حسب البتاع يخبطك تاني. تصدق الناس ان دي شنطه اسلحه. طب يلا صور بس الفيديو. بيصور ايه؟ شايف دورة كاملة. خد استنى، هاخدن بص. ده كان كشاف صح؟ اضرب كده، اضربهم اضرب حد بيه. خدوا اصلا، خد الكشاف. ماشي اشوفه. بص استنى لا ارميه بس. ماشي. صورها حس. اوي قلتلك حاسس. صورها شايفها؟ منظر القاتل. ايه؟ لا شايفها؟ صور يا اسطى، هي بصلي بص شايف؟ بيضحك هناك اهو، وانا هديك الكشاف. عايز اشوف كده الحركة شغالة في السيرفر ده ولا يعني ايه؟ اللي كشاف السوبر بيقتل من ضربة. سايك. لا مش شغال. يلا نلعب مبت الضحك. ماشي. تنشيني بقى خلاص، مش عارف ايه مع اني بلعب كده بقى، يعني المفروض تنشيني حلو. عايزين نفتح طريق، يعني انت ايوه خد انت الزاوية الشمال وانا هاخد الزاوية اليمين. ماشي. خد اقتل اللي بيطاق الراجل دي يا اسطى، بضرب شخصيات انمي عيب. شخصيات شريرة. بيجوا من ورا، افتح الطريق يا اسطى. انجي افتح الطريق. او ماي جاد. لما تفتح قول لي عشان انا بضرب ورا. ماشي. الطريق اتفتح قول لي عشان ايه؟ انا والبرنس التالت ده يفضل اني مش عارف ابص ورا وانا بفتح. ايه ده، في حد جه؟ يلا ها ها. ماشي. وات ذا فاك. ما تجري، اقتل ما تجريش. ها؟ ماشي. هتعمر هأمنك. بعم. انا بعمر. وانا بعمر مع بعض. ايه تقدم وانا هأمن ضهرك. ماشي. مش هيخلصوا يا اسطى، وهيجوا من الدار. انجز ونشن على المكان اللي هيفرقع ويفتح لنا طريق.
نفسنا عليك. ماشي. اللي عامل حوار الكتب ده فاجر. ان احنا مرتين تحت الكتب وهم مش عارفين ايه. نفسنا يقطع البتاع اللي هيفرقع بقى ميتين. بنشن عليه. والشخصيات بتطلع من المجلات والسيديهات. كوميديا والله العظيم. ياه. مش راضي فرقع. هو يمكن لازم نقتلهم كلهم ولا حاجة. هو انت مش فاكر يا اسطى؟ لا كان من فترة. اوي 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 قتلتها. عايز رايح فين؟ بقول لك اجري وانا هأمنك. اجري اجري روح هناك وانا هأمنك. ماشي. لا روح هناك مش ارجع. كتير كتير. سباحي انت موت؟ اه وظب انا مين اللي شغال على التلفزيون ده يا عم؟ مش عارف. مش عارف ومش وقته. احنا عمالين نقتل فيهم اصلا ما بيموتوش. انا جاي افتح لك طريق. يا بوي بدأوا يقلوا يا اسطى. خلاص يا اسطى مش تقول لي في ظهرك. انا ضربتها. انا فاكر السلم ده كنا طلعناه. قتلناهم كلهم يا اسطى. اهو فتح. يلا يلا خد كشافك. نسيت. خد اسلحتك. مش ايوه هو خد سلاحك تقريبا. يلا مبروك عليه. طلعت وتقيس. نور لنا نور لنا فقط. ماشي ماشي. ايه معنى مش شايفين حاجة؟ انت تنور في ايه؟ بضرب بكشاك. نور في الظهر يا اسطى. نور في الظهر. مفيش حاجة ورا ما تقلقش. واحنا نفضل نور في الخمس بوكس الجبنة انت كتير. اه تعمل حاجة بالكشاف بتاعك يا محمد. ما هو كشاف مش سوبر يا اسطى. تعالى يا عبقري تعالى تعالى نور. اجي في ايه؟ تعالى يا فلح نور يا فلحوس. نور في الارض هنا في حتت هننط عليها. يعني الجبن دي هنزقها او هننط عليها من هنا لهنا ومن هنا لهنا نطلع. فنور مش هنوصل. هات يا هات. نور يا محمد. ما انا منور. طيب انا بالظبط. جدار خفي. المفروض ننط يا اسطى على اللي في النص دي عشان نطلع على دي. لا اللي هناك دي بتتدمر. اتاكد. اه اصلا ما فيش اه الحمد لله كفار. بيطولوا شويه. ده بيطولوا بطريقه. هنخش فين؟ شمال. اه اجري مجدي مجدي. دي خد يمين. طريق اليمين. لا هنزلني. مش مهم هنتحاصر. في بتاع سلاح هنا اهو يا محمد. فين؟ استنى جالك. فين السلاح؟ اوه ماشي. عني عني عني. ايه ايه فين اهو؟ امننا بعالي. ماشي. بعمر. بيعمر. احمد سلاح راح يلا. احمد سلاح راح مني. الحقه قبل ما ده ياخده.
يا اسطى محدش هيتحرق اصلا. بيقع طلعني التاكل. انا هزق ماشي؟ لا انا هزق بدالك وانت عشان انا رميت سلاح. وات ذا يا اسطى كلوز. مش عارف اخد سلاحي. ايه امني ماشي انا اتزنقت. بعمر 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 انت موت؟ اه الشارع اللي وراه كوما كتير كده. ده كده انت عمال بياخد وقت. احنا عايزين 8 يا اسطى. كل ما احاول اعدي من الجنب بتحاصر في الاخر. يا جدعان هو واحد ماشي. موتوني موتوني موتوني. اذا انا عايز اطلع بس الحيطه اخد سلاح اضربهم في التنورة اصلا. ماشي. انت غير فنان. Good evening. مزنوقين على السلم ولا؟ كل ما بيموتوا بيجوا. شكل فظيع من تحت. شكل صور يا اسطى. انا واقف بزاوية اعرف اضرب من غير ما اتضرب. الضرب في الرجل بياخد 6 7 8 ضربات يا اسطى. شايف امه بيقع؟ هي امه يا اسطى صور من المغني. اجري. انا كل ما يا بطان. امني يا اسطى مش عايزهم يسرقوا مني السلاح. ماشي انا هنزل السلم. هاتهم هنا يا محمد. محمد هاتهم هنا. ماشي. انزل انزل يا اسطى انزل. شفت الجمعة قتلتهم على يا عم ده شكلكم من فوق مسخرة. عامل زي الجندي اللي مستخبي ورا بتاع وهو بيضرب. اقسم بالله لو عملت عطلانة يا اسطى اللي معايا لسه معايا تحت. هم راحوا فين؟ مستخبيين. نزلوا تحت ماتوا. نزلوا تحت بقول لك ماتوا. اه انا لو لقيت حد بيجري هقوم هقوم انا مش عارف اخد حاجه واقعه على الارض جنب الشنطه. كل ما اضغط ايه بيفتح الشنطه. ما عدتش عارف انزل اصلا.